نلتقي من جديد لمتابعة الدرس. إذا بعد أن شرحنا العنوان وقلنا هو حساب كمية المادة في لحظات مختلفة من التحول، ثم صنفنا التحولات من حيث المدة الزمنية المستغرقة، قلنا تفاعل سريع، تفاعل بطيء، وتفاعل بطيء جدا، وضربنا مثال تفاعل سريع، تفاعلات المعايرة مثلا، أو تفاعلات الانفجار، تفاعلات بطيئة جدا كصدأ الحديد في الرطوبة، تفاعل بطيء كتفكك الماء الأكسجيني مثلا. إذا قلنا هنا من حيث الزمن صنفنا التحولات، قلنا في العنوان هو متابعة زمنية. إذا كيف نتابع تحول كيميائي؟ كيف نتابع تحول كيميائي؟ وما هو العامل الذي يتحكم في طريقة أو متابعة التحول الكيميائي؟ ثالثا، كيف نتابع تحول كيميائي؟ أو ما هي الطريقة المناسبة لمتابعة تحول كيميائي؟ حتى نتعرف على الطرق المتبعة في لمتابعة تحول كيميائي، سوف نقترح ثلاث أمثلة للتحولات الكيميائية. مثال أول مثلا، في كل أمثلة الثلاث سيكون لدينا تحول A زائد B نتج مثلا C زائد D. نفرض في الحالة الأولى عند مج A مع B، عند مج A مع B تشكل C و D وكانوا على شكل شوارد، أحدهما شاردة سالبة والآخر شاردة موجبة. فرضا أيضا أن عند مزج A و B تشكل دوما C و D، وكان أحد هذين المتفاعل عبارة عن غاز. مثلا كان عبارة عن غاز منطلق. مثال آخر، عند مزج A و B تشكل C و D، وكان مثلا D له لون مميز. قبل أن نتطرق إلى كيفية نتابع هذا التحول وهذا التحول وهذا التحول، أو ما هي الطريقة الأنسب لهذا التحول ولهذا التحول ولهذا التحول، سنعرف ما يسمى بالوسط التفاعلي. عند مزج A و B ونتج C و D، إذا المزيج هذا يسمى وسط تفاعلي. هذا الوسط التفاعلي. إذا لدينا وسط تفاعلي به شوارد، وسط تفاعلي به غاز، ووسط تفاعلي به مادة أو فرد كيميائي له لون مميز. ما علاقة الشوارد والغاز ولون مميز في حساب كمية المادة؟ لأن الهدف هو حساب كمية المادة. كما درستم في السنة الثانية أنه إذا كان في الوسط شوارد يمكن متابعة ناقلية المحلول أو الناقلية النوعية للمحلول، ناقلية المحلول أو الناقلية النوعية للمحلول هي سيجما وجي.
في إذا كان لدينا في الوسط غاز، يمكن حساب عدد مولات الغاز بالعلاقة أن تساوي P في V على R في T. إذا كان في الوسط مادة ملونة، يمكن إجراء معايرة للمادة أو للفرد الكيميائي دي. الفرد دي وتكون معايرة لونية، تنتهي المعايرة عند اختفاء اللون، ويمكن حساب عدد مولات دي بالعلاقة سي في في. أن المتابعة الزمنية هي حساب عدد المولات. كيف نحسب عدد المولات بسيجما وجي؟ سوف نذكر بالعلاقة اللي هي سيجما تساوي لمدة في ان على في، ومنه يمكن حساب عدد المولات. إذن هنا يمكننا متابعة التحول الكيميائي بثلاث طرق حسب الوسط التفاعلي. إذا احتوى الوسط التفاعلي على شوارد يتغير تركيزها، إذن يتغير عدد مولاتها، يمكن متابعة هذا التحول باستعمال طريقة قياس ناقلية المحلول أو الناقلية النوعية للمحلول. إذا احتوى وسط تفاعلي على غاز منطلق، وقد يكون غاز متفاعل غاز منطلق، يمكن حساب عدد مولات هذا الغاز باستعمال العلاقة PV تساوي NRT PV على RT. إذا يمكن متابعة هذا التحول بقياس ضغط هذا الغاز أو حجمه في شروط التجربة. إذا كان في الوسط التفاعلي فرد كيميائي له لون مميز، إذا يمكن إجراء معايرة لهذا الفرد، وتتم المعايرة عند اختفاء هذا اللون، اختفاء الفرد. إذا طرق ثلاثة لمتابعة التحول الكيميائي. إذا قلنا قياس الناقلية، قياس ضغط أو حجم غاز، وإجراء معايرة لونية. متى تستعمل كل طريقة؟ حسب مكونات الوسط التفاعلي. إذا وجدت شوارد، إذا وجد غاز، إذا وجد فرد كيميائي ملون. إذا نلخص ما تعلمناه. إذن الطرق المتبعة لمتابعة التحول الكيميائي قلنا هي إما قياس ناقلية، قياس ناقلية، قياس ناقلية أو قياس الناقلية ها ب قياس ضغط أو حجم غاز، جيم استعمال المعايرة اللونية. إذا متى تستعمل طريقة قياس الناقلية؟ وجود شوارد أو شاردة في الوسط التفاعلي يتغير تركيزها. إذا كان وجود شوارد في الوسط التفاعلي يتغير تركيزها، نستعمل طريقة قياس الناقلية. متى يستعمل طريقة قياس الضغط؟ وجود غاز في الوسط التفاعلي.
متى تستعمل طريقة المعايرة اللونية؟ وجود فرد كيميائي له لون مميز، وسنتعرف على أمثلة لكل طريقة. إذن بعد التعرف على كيف نتابع تحول كيميائي، أي ما هي الطرق المتابعة، سوف نلتقي لشرح كل طريقة أو ضرب مثال لكل طريقة. وهناك طريقتين مبرمجتين في النهاية، طريقة قياس الناقلية وطريقة استعمال المعايرة اللونية. نلتقي فيما بعد لشرح طريقة الناقلية.